دون زان كار دور من توا عندنا بقيه طاقم التحكيم على خاطر خمسه حكام يجيو المقابلات بقياده مسيو خوان بيريز كارتو باش يمشيو يتنقلوا الملعب للقيام بعمليه التراساج. احنا مباشره من هنا من عندكم باش نخلطوا عليهم باش نعملوا اخر اللمسات لي ديرني تيست على الليير دي جو على المقابله يعني سونو لوميير. عندنا اربع خمس ايام قاعدين ناس بيت الليله الغادي ناس ماتريال بالاف بعشرات الالاف من الدنانير انساليب بمناسبه هذه. ملعب الركبي بمساكن تجمل بالكامل. شكر لكل السلطات المحليه لبلديه مساكن وكل اللي ساهم معنا باش هالملعب غدوه ان شاء الله يكون في احلى زينه. حضرنا كل شيء ان شاء الله الاقبال الجماهيري يكون الغادي. نعاود نقول مره اخرى راهو اللي مش يجي غدوه يتفرج راهو ما يندمش مش يشوف ان شو مش يكتشفوا رياضه جديده رياضه مش يراوها قدامه مش بتلبس وراهو اللي ما يجيش راهو مش انت اكيد ان شاء الله. هو مؤكد يعني على حسب الحوايج اللي سمعناها منك معز اكيد باش تكون حاجه كبيره برشا. الفريق المغربي وصل اليوم ثم ثلاثه لاعبين توا مازالوا كيخلطوا معناها يلعبوا في بطولات اوروبيه اخرى. جاوا اليوم ماضي ساعه خلطوا طاقم التحكيم الفرنسي بقياده السيخوا بيريز كونتو. بيريز كونتو معناها جا البارح في الليل مع سي محمد كونتو قلتنا يسون بيان انسالي ان شاء الله نكونوا احسننا استقبالهم. اكيد تنقلت خصيصا باش نستقبلهم معايا اربعه من افراد لجنه التنظيم. اولا فرحا بسي محمد اللي هو عربي كيفنا فرحا زاد بطاقم التحكيم الفرنسي اللي خليني نقول شكر كبير اللي هو تطوع للقيام بهذه المهمه مجانا وعلى كاهله وعلى حسابه الخاص. ممتاز شكرا ميرسي انفينيمون مسيو خوان كيرازك فو اي تو لو كور كي لو كور بيتر كي فيني افيك فو. On est cinq arbitres et les cinq on a le même point de vue. Quand Amine nous a contacté pour voir si on pouvait venir l'aider avec la Fédération française et puis la région Île-de-France, bah derrière on a tous dit bah oui il n'y a pas de problème, on va voir ce qu'on peut faire. Donc effectivement on vient à titre bénévole mais nous on vient parce que c'est notre passion. Parce que Amine il est en Île-de-France, on connaît la moitié des joueurs de l'équipe de Tunisie et voilà, dès qu'on peut aider à développer le football américain, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, puisque nous, on... Ça, et puis ça nous permet de voyager, de rencontrer plein d'amis, c'est une fraternité. Tout à fait. Donc, je vais traduire. Donc, M. Juan Pérez de Conto, donc, il a dit que nous avons le fait que nous avons fait une tariqa tatawaïa, يعني, هذا يدل على غرامة كبير, يعني, وشغف كبير باللعبة هذه, وقال لي كل ما هي حاجة اللي ممكن تدعم الاسم وسمعة وانتشار اللعبة هذه, يعني, يكون موجود, وقال يعني ثم كونوا خذا جات انفيتاسيون مع عند سي أمين رويس اللي هو أمين بن عبد الكريم زعما, بن عبد الكريم هو رئيس الجمعيه. قال لي هو يعرف نصف الملاعبيه الموجودين في المنتخب الوطني التونسي, قال اكيد يعني ما ترددش حتى لحظه باش يكون موجود هنا. دونك سي محمد va parler en français ou en arabe باللغه العربيه. اللغه العربيه اكيد يعني يعني غدوه باش يكون اكيد كي نحكيو على الكرة القدم الامريكيه الناس كل تعرف كونه هو سبور دو كونتاكت, يعني معناه يعني فيه يعني فيه قوه بدنيه فيه اندفاع بدني, يعني اكيد يعني عندك شغل كبير ديما في المباريات كله ولا لا؟ لا لا الحقيقه انا عندي عندنا معلومات صراحه في تونس معلومات عندنا على الكره الامريكيه مش كبيره دونك نعرفوها كونسيان سبور دو كونتاكت. لا لا الحقيقه كره القدم الامريكيه الميزه اللي فيها انه اللاعبين دائما محميين بشكل كثير جدا. صحيح. فمثل ما بتشوف لاعب كره القدم الامريكي بيحط على راسه خوذه وبيحط على كتافه كمان مضادات اصطدامات وحتى على البنطلون تبعه وحتى على الخواصر تبعه. والساده الحكام دائما مهمتهم الرئيسيه يعني بيطلعوا اللاعب ممكن يخرجوه من الملعب اذا ما حامل كل هالشغلات الاحتياطيه هي.
كونه انه الفاز تبع الجو تبع الفوتبول الامريكي قصيره جدا يعني الاصابات قليله بالنسبه بالمقارنه مع الرجبي بالمقارنه مع الكره كره القدم الاوروبيه اللي بنعرفها كلها. نحن كره القدم الامريكيه عباره عن رياضه مثل باقي الرياضات يعني ما فيها لا اكثر ولا اقل اصابات. ممكن يعني يشوف الواحد يكون امبرسيوني وقت اللي بيشوف الشوك بين لاعبين بل الحقيقه لكن فما حمايه كافيه وانا بالحقيقه ما عندي شغل كثير. يعني انا بشتغل في الركبي بشتغل في كره القدم وبشتغل في كره القدم الامريكيه. الحقيقه ما نفس الاصابات الموجوده في كل الالعاب الرياضيه.